السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكورة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ودينا بنسجل مباراة الأهلي دلوقتي خلاص في الدقيقة 90. الأهلي وسيمبا 1-1، يعني في مباراة غريبة وعجيبة من النادي الأهلي، والنادي الأهلي ضيع من إيده فوز برضو يعني كبير زي مباراة الذهاب، 10 كرات أون تارجت أو 11 كرة أون تارجت، يعني 11 كرة بين الثلاث خشبات عند الحارس، برضو حاجة غريبة لسه ما شفناهاش. برضو في دربكة في دفاع النادي الأهلي من المباراة اللي فاتت، في حاجة مش مظبوطة في انتظام لعبة النادي الأهلي، المدافعين وتمركزهم في الملعب وارتدادهم الدفاعي، أيضا في عدم ربط ما بين مهاجم النادي الأهلي بالصورة المثلى. ديك شفت الكرة اللي اتربط فيها بس وقفش ركز ولعبها لعلي معلول اللي كان فاتح ملعب عشان يلعبها الكهرباء جابها جون. لو كان الأهلي لعب على الكرة دي في كل الكرات أو كانوا لعبها مركزين مع بعض كده في الوقت اللي كان موجود كله، ما كناش شفنا إضاعة الأهداف اللي موجودة بكثرة دي، ولا الرعونة برضو اللي ما زالت موجودة. يمكن المباراة شهدت عودة عبد المنعم وعلي معلول، المفروض إن هو كان دفاع النادي الأهلي يكون صلب أكتر من كده، ولكن يعني مش عايز أقلل من حد، ولكن رامي ربيعة يا جماعة هو ثغرة في دفاع النادي الأهلي، حتى لو في بعض المباريات أو في بعض الأوقات بيقدم أداء رجولي أو بطولي، ولكن مازال هو مع كامل احترامي ليه هو ثغرة دفاعية. نادي الأهلي في المباراة دي عمل 503 تمريرة صحيحة، ونادي سيمبا عمل 202، يعني الأهلي كان ماسك كرة بصورة رهيبة يا جماعة. بس حد يجي يقول لي يعني كولر دلوقتي بقى وحش، اقول له لا كولر مش وحش، وانت ما تحكمش على كولر ان هو وحش، لان تاني بكرر يا جماعة وبقول وبعيد وبزيد، المدير الفني هو بينقسم لكذا جزء. الشق الاول ان انت يقدر يوصلك للمرمى بسهولة وبيسر وبصورة كبيرة، يعني عدد مرات صورك للمرمى تبقى كبيرة. الشق الثاني هو الربط ما بين منظومة الدفاع ومنظومة الهجوم عن طريق خط النص اللي يكون حلقة وسط. الشق الثالث هو النظام الدفاعي والتكتل الدفاعي، ده كان كولر ناجح جدا جدا فيه في الفترة السابقة، وكان كولر من المديرين الفنيين اللي نادرا لما الأهلي بيخش فيه جون، ولكن مؤخرا شفنا الأهلي بدأ يخش فيه جوان، بدأ يبقى فيه عدم تنظيم دفاعي من لعيب النادي الأهلي. عشان ما نحملش كله على كولر، لازم أقول برضو إن لما أنت تكون بتعمل منظومة دفاعية جيدة لازم يكون عناصر المنظومة الدفاعية المتواجدين على أكبر قدر من القدرة لتنفيذ المهام المطلوبة منهم. يعني حد زي رامي ربيعة مش بنفس قدرة محمد عبد المنعم في الدفاع ولا في التركيز ولا في الذكاء الدفاعي. حد زي علي معلول، أكيد علي معلول أفضل بكتير جدا 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 من أي حد بيلعب مكانه، سواء كريم الدبيس أو خالد عبد الفتاح في بعض الأوقات، فمع احترامي لكل اللعيب، ولكن تاني بكرر وبقول تاني، في مشكلة في المنظومة الدفاعية للنادي الأهلي تواجدت مؤخرا، وده ما كانش معتاد منه من مارسيل كولر اللي كان متميز جدا في المنظومة الدفاعية. في مشكلة في هجوم النادي الأهلي، وهو الثقة الزائدة من اللاعبين والرعونة المتزايدة من اللاعبين وعدم إنهاء الهجمة بصورة صحيحة وبشكل جيد. الأهلي كان المفروض يجد ضلته في مودست كان مصاب لسه راجع. هل الأهلي هيجد ضلته في مودست ولا لا؟ مودست حتى الآن ملاش تحكم على المباراة دي، لأنه هو نزل تقريبا 3 دقايق ولا 4 دقايق وبعد كده 6 دقايق وطلع، يقول مثلا 10 دقايق، فما نلحقش ان احنا نحكم عليه في هذه المباراة، ولكن مودست محتاج شغل بدني عالي جدا جدا جدا. طبيعي ان انت لما بتكبر في السن كلاعب كوره وبتوصل سنك مثلا ل 35 او 36 اللي هو سن مودست، طبيعي ان مخك مش بيقدر يدي الاوردرات لجسمك وجسمك يستقبلها بنفس الصوره المطلوبه. يعني خلي بالك انت كبرت بقيت مثلا 35 سنه، مخك عايز مثلا يعمل حاجه ولكن جسمك مش قادر ينفذ اللي مخك عايزه. الاهلي يا جماعه وصل كتير ما شاء الله لمرمى سيمبا ولكن بلا جدوى. ما هي دي المشكله، ان انت انا كمدير فني بوصلك، طب انت ليه مش بتخلص الكرة جون؟ حتى الان الاهلي لم يجد ضلته في مركز المهاجم. كهربا لعب كويس كل حاجة، ولكن برضو كهربا بيضيع كتير وبيتسرع كتير في القرارات. صلاح محسن الراجل ما اداش اي امارة، ولكن في نفس الوقت عشان برضو ما نحكمش عليه قوي، احنا عارفين صلاح محسن، لكن عشان ما نحكمش عليه الموسم ده ما خدش مباريات كاملة كتير عشان نقدر نحكم عليه. مودست حتى الان ما اداش برضو اي امارة، ولكن خلينا نقول ان مودست قلنا قبل كده عشان نحكم عليه حكم كامل لازم يكون على الاقل فات 10 مباريات مودست مشارك فيها بصورة طبيعية طوال التسعين دقيقة، وعلى الاقل 80 او 70 دقيقة، ان انا اقدر اديله فرصة واشوف هيعمل ايه. ولكن واضح كده ان مودست حاليا بيقوم بدور اللاعب المحطة زي ما هم بيقولوا،
وانا عارف ان جمهور الاهلي زهق من المهاجم المحطه، ويمكن شفنا الاهلي قعد سنين معاه مهاجم طبعا مروان محسن اللي كان دايما بيعتمد عليه ان هو محطه، وان هو بيقدر اللعيبه تسند عليه عشان خاطر تبني هجمه وهكذا. فالاهلي مش عايز مودست ولا كولر عايز مودست ان هو يكون محطه، هو عايز مهاجم بيخلص من ربع فرصه. حتى الان تاني بكرر لك، الاهلي لم يجد ضلته في مركز المهاجم. في برضو مشكله تانية بنشوفها في المنطقه بتاعه ال 18 بتاعه النادي الاهلي، لما الكره بتروح للعيبه النادي الاهلي انت بتلاحظ ان اللعيبه متردده ومش حافظه جمل تكتيكيه معينه. بعض الاوقات بتحس انهم حافظين جمل تكتيكيه زي كره علي معلول اللي بصاها قفشه من ورا الباك رايت، وعلي معلول جري ولعبها لقى كهربا واقف ومستني، دي جمله تكتيكيه. الجمله برضو التكتيكيه او الكرات اللي حافظينها ان عبد المنعم بيجري على القريبه ويرفعها له حسين الشحات او علي معلول. بعض الجمل التكتيكيه بتكون ما بين قفشه وبتكون ما بين ايا كان المهاجم اللي هو مين، وبالذات بيكون كهربا. عايز اقول برضو ان عدم وجود امام عاشور كان مخلي نص ملعب الاهلي يفتقد الى الحلول الهجوميه الكثيره. طبعا مع كامل احترام لقفشه، قفشه لعيب كبير ومتميز جدا، ولكن امام عاشور عنده حلول اكتر. امام عاشور بيعمل سكان اكتر من قفشه. يعني ايه سكان؟ يعني انا قبل ما الكره تجيلي بكون باصص في الاربع اتجاهات، شايف مين جاي ورايا، مين بيتحرك قدامي، مين بيجري، مين بيجري على الشمال. فامام عاشور بياخد القرار اسرع من محمد مجدي قفشه باكتر يعني من طريقه او بصوره اسرع. وادي احنا بنتكلم الاهلي كان جات عليه فرصه خطيره جدا، وكان حكم حسبها اوفسايد في اخر دقيقه. ما زال دفاع الاهلي يا جماعه فيه مشاكل. محمد عبد المنعم برده مش توب فورم 100%. محمد عبد المنعم عنده مشاكل دفاعيه بقاله فتره، المشاكل دي بسبب الثقه الزايده من محمد عبد المنعم في نفسه، وان الناس كلها بتقول انت افضل مدافع في افريقيا. محمد عبد المنعم وصل مرحله ان هو لما بيغلط حتى ما بيعترفش ان هو غلط، ولكن في النهايه سيظل محمد عبد المنعم هو افضل مدافع في افريقيا حتى الان. عايز اقول ان هو وزين الدين بالعيد هم افضل اتنين بالنسبه لي في افريقيا كمدافعين، فمحدش يقدر يقلل من محمد عبد المنعم. برضو الباك رايت عند النادي الاهلي محتاج تدعيم قوي. محمد هاني برضو يا جماعه مش هو الباك رايت الامثل للنادي الاهلي. المفروض ان فرصه يعني مش عايز اقول مثلا نخليها كريم فؤاد، لان كريم فؤاد خلاص مارسيل كولر اعتمد عليه ان هو لاعب بيلعب في وينج مش كباك. النادي الاهلي طبعا الجمهور عارف ان هو مش مبسوط، انت في الذهاب 2-2 في العوده 2-2 امام سيمبا. سيمبا ليس بالخصم العنيد، يعني مش 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 الوداد المغربي، مش الرجاء، مش مثلا سان داونز، يعني مش مازيمبي. فسيمبا مش هو ده النادي اللي يوقف الاهلي مرتين، مره في القاهره ومره في هناك يعني عنده في تنزانيا. ولكن في النهايه عشان برضو نكون واضحين، في الاخر الاهلي خد اللي هو عايزه. المباراه كانت تخطف من الاهلي لولا ان كهربا جاب جون. الاهلي خد اللي هو عايزه. بحيي طبعا المدير الفني نادي سيمبا، قدم مباريات او مباراتين جامدين جدا وكويسين جدا. لازم كولر يقف وقفه مع لعيبه النادي الاهلي ومع نفسه، يشوف ايه المشكله وايه نقط الضعف، لان الاهلي مش عايز اضايق الناس مني، ولكن الاهلي مؤخرا في اخر مباراتين مستواه في النازل، مش في الطالع خالص. وده مش معتاد من مارسيل كولر رغم لعيبه النادي الاهلي، والموسم لسه طويل وكبير وفي تحديات كبيره جدا السنه دي للنادي الاهلي. فيعني اعتقد ان كولر هيدي اللعيبه دش سخن جدا عشان الفتره القادمه. كان معاكم كوسريق عمرو عاطف، قناه صفحه صاحب الكوره. اشوفك ان شاء الله فيديو جديد. سلام عليكم.